مهم انت عندك انا جمعياتي المهم جمعياتي كنا جمعياتي كويس تعرف تسوق انت مديره فين؟ ايوه ان شاء الله بتعملها في اسكندريه تعرفوا مع جمعيات لسه جايه من جمعيه كويس انك منع التدخين في المجلس طبعا موضوع عماده الاطفال والاطفال بلا ماوى هو ظاهره موجوده في المدن الكبيره اللي زي اسكندريه من اعلى المدن والمحافظات اللي فيها اطفال في الشارع فاحنا محتاجين ان احنا فعلا نعمل شبكه قويه وتواصل دائم مع الجامعات الاهليه اللي بتشتغل في الموضوع دوت واحنا اتفقنا مع صندوق تحيا مصر هيتاح لنا 100 مليون جنيه علشان نطور بيهم مجموعه من المؤسسات عن المؤسسات اللي احنا شوف تراجع النهارده هنروح نزور مؤسسه الحريه لكن احنا محتاجين نطور البنيه التحتيه في المؤسسات دي واهم برضه البنيه التحتيه الجهاز الاداري والانشطه والبرامج اللي موجوده عشان يبقى مكان جاذب للاطفال يقدروا ان هم يجدوا فيه ماوى افضل من المأوى الاصلي اللي هم هربوا منه عشان في عنصر ضدهم يروحوا مؤسسه